سجينة حرة تعيش حياتها بين لعنة القانون واضطراب الدولة النفسي عدلت ثلاثة قوانين في لبنان خفضت العقوبة لحسن السلوك حمت عناصر الأسرة من العنف الأسري وسمحت للعاملة الأجنبية بعقد علاقات عاطفية على الأراضي اللبنانية زينه دكاش متهمة بريئة بقضية حياة. زينا دكاش أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم بهيدي الحلقة هيك الخاصة إذا بدك. واللقاء يلي انا مأكد انه حيكون على مدى ساعه من الزمن ممتع مع حضرتك لانه عم نحكي عن مره مناضله حقوقيا وبتفكر هيك بالاشخاص المهمشين وكانك صوت الضمير للمنسيين وراء القطبين داخل السجون والمؤسسات العقابيه. شكرا يا كرم على استضافتك كمان. حلقتنا زينة دايما بنختار فيها شخصيات نسائيه علموا بمطرح معين، يعني كان في عندهم هيدا الاثر والتاثير بنفس الوقت بالناس، واذا بدك انت من الشخصيات يلي فينا نقول انه مستقله بهيدا البرنامج، لانه يلي اثرتي فيهم مش بس يلي قاعدين ببيوتهم، انت اثرتي باشخاص يوما ما ما كنا نعرف انه بعدهم على قيد الحياه داخل السجون، مم. عندهم اضطرابات نفسيه وامراضهم الخاصه ومهمشين من الدوله ويمكن كمان من الاهل. موجودين بابعد واقصى واصعب السجون وفوق سجن مرضن كل هالسجون اللي حضرتك هلا تفضلت فيها يعني يعني مرض بحد ذاته سجن في سجن داخلي <applause> وسجن خارجي بس السؤال يلي بيطرح نفسه ببدايه الحلقه باي تهمه دخلت زينا دكاش السجون اللبنانية <applause> هذا سؤالك بتهمة انه مؤمنة انه فينا نطور هالبلد كيف نماك كفيتي بهيدي التهمه بعدك متهمه فيها؟ يعني شكلي بعدني متهمه نفسي فيها لانه كل يوم بقول عن جد زينه بعدك مؤمنه انه فينا نطور البلد اه وما في بعد جواب بعدني بعدني براجع نفسي كل يوم بس زينه انت عم تلعبي بمطرح صعب جدا يعني وكانك خليني اقول تراوحي بين لعنه القانون بفيلم الجديد بالسجن الزرق في جمله بقولها احدى السجن اللي بيعاني من مرض نفسي بس انتبه هو من حكمته بهالدنيا يعني هو ما بعرف زواعي ولا حتى يمكن متذكر انه قالها بس الفيلم بتورخها بيقول لبنان عنده مرض نفسي بيمرض صحيح النفس يعني لخص كل اللي انت اللي عم تقوله بهالجمله واندي نحن ببلد بيمرض العالم اللي فيه خاصة هلا يعني بهالمرحلة كتير صعب كل شيء عم هيدا, هيدا خارج صعب. السجن ولكن انت كان في عندك شغل اساسي لإلك من خلال اختصاصك اللي هو العلاج بالدراما صحيح داخل السجون كنتي فايتة تعالجي صح فايتة اشتغل علاج نفسي عن طريق المسرح بنسميه علاج بالدراما هيدا تخصصي انت سليمة ما شبك شيء سليمة, لعتك سليمة. لعتك هلا كيف طلعت ما حدا بيعرف يا <applause> كرم بس بايام من 14 سنة فتت جدا سليمة قلت ليه ما بنعمل علاج نفسي لهالناس اللي قاعدة بالحبس كان خياري الاول رومية السجن الرومية واللي فتوا على اساس بس علاج نفسي تحول قلنا ليه ما بننتج مسرحيه بنفتح بواب السجن يجوا هالعالم يشوفوا هالسجن مثل ما في كذا مبادره هيك بالعالم الخارجي يعني بايطاليا في بامريكا في هيك مبادرات بعدين هالعمل المسرح اللي اجوا الناس حضروه قلت يا عمي طب ما انا مصوره كثير كواليس هالعمل ليه ما بنعمل منهم وثائقي فصرنا كمان بالوثائقي بعدين صرت حس انه حديثهم لهالشباب بهالمسرح وبهالوثائق بيقدر يوصل لصانعي القرار لنعدل القوانين فصرنا بنشتغل قوانين يعني عرفت صارت دوناج انا كنت فايتة بس اعمل علاج نفسي صار العلاج نفسي مسرح المسرح صورت وصارت سلسله كامله عم تشتغل فعلا عملياً. صارت سلسله ونعدت التجربه دائما فيها هالأربع كومبوننت اللي هو مسرح علاج فيلم شغل قانوني وين لمست الحريه اكثر جوا السجن او براته؟ حرية التعبير إذا بدك أنك تحكي الأشياء تعبر عن حالك أكيد جوات السجن يعني الناس القاعدة جوا بالنهاية ما بقى عندها شيء تخسره حكمت وخلصت فإذا بتسأل السؤال هو ما عنده أي خوف أي رادع يعني أنه يقول اللي هو بقى يفكر فيه نحن بالمجتمع الخارجي يوم يعني بتخاف تعبر أو تقول الأشياء بحقيقتها لأنه يي فلان حيفكر أني هيك فلان حيحكم علي آه آه. فيها الحرية جوات الحبس خاصة إذا عم تعمل شيء كتير فني ما بتلاقيها مع الناس البرا زينة أنت من أول الأشخاص اللي انتقدوا السياسة بلبنان بشكل ساخر أصدق ببسمات وطن ببسمات وطن يعني كأنه عم نقول موجودة هيدي الحرية ولا مرة حدا منعك تنتقدي أو تاخدي شخصية كوميدية بس أنا, أنا عم بحكيك على صعيد تاني تعبير عن نفسك إنك تقول أنت مين تقول هواجسك ما عم بحكي سياسياً ابدا انا بس إيه أدخل بالسجن مس... ما بنحكي سياسه كل مسرحياتي لا تتطرق سياسه ولا شيء بتحكي عن انسانيتنا عن نحن احاسيسنا طفولتنا عرفت هيدا القصد عندك هالحريه بالداخل عم يعني بحكي كسجين انه هون بحكي ولن يحكم علي هيدا الأصل بقاء المساجين داخل السجون اللبنانيه هي سياسه ولا قانون متعفن اي مساجين هون السؤال كرم السجن مفروض يكون إصلاحي مم. حدا عمل جريمة أكيد لازم يتعاقب ولكن عقاب وحده ما بينفع لازم يكون في علاج والا انت ل... عم بترد مين على هالمجتمع يعني هون كانك عم توضحي انه انا ما فتت على السجن حتى اقول لكم انه ما في ناس عملوا جرائم لا, لا اكيد في ناس مجرمين اكيد انا فتت حتى ضوي على الاشخاص اللي عندهم مشاكل او هن مرضى نفسيين هيدا اخر مشروع بس م. انا صار لي من 2007 بشتغل مع ناس منه مريضه نفسيه وقاعده بالسجن وارتكبوا جرائم وعلى العالم بقول لك ايه انا اذنبت ايه لانك كان في اتهام لك انه بما معناه انه زي بدك تدافع عن المجرم بال اكيد بلوبنان. لا اكيد لا اكيد يعني مش هيدا كان هدفي إيه بالمرة كنت متعاطفه نوعا ما معهم مش متعاطفة إذا ما عندك إيمان أنه في واحد بالمية بعد شيء منيح بس اللي الوجهك أكيد ما فيك تعمل هالشغل وإيماني دايما نحنا ما منخلق مجرمين نحنا خلقنا ناس منيح بون أه؟ الأشياء اللي صارت تربية مجتمع وضع اقتصادي حروب اللي على لبنان الفقر الشحار اللجوء مين عندك لجوات الحبس اللي قادر وماشي حاله وكان عنده اهل يوعوه هيدا رح تلاقيه بالحبس هدول الاقليه اللي بتلاقيهم بتلاقيه فوق يلي فيهم ما بيعرفوا مين هو امه وبيه يلي ربي مش عارف اذا عنده اليوم بيت او بيربى بالشارع يلي قعد كلاجي ان كان شو بعرفني فلسطيني سوري اللي جاي ما معه ليرتان يمشي فما عنده لا باليد حيله يعني هول هن بالنهايه الناس اللي قاعده بالحبس في عندك الناس يلي بيوم اخذ قرار يعمل جريمه تلاقي بني ادم نحن مخيرين بين الخير والشر فنحن عندنا هالحريه نختار ايام الشر ونختار في ناس اختارت هالشيء بهاللحظه بهالفتره بحياتها بس ما معناتها انه هو صار سيء الى ابد الابدين امين اه بس عملك مع سجناء وسجينات زينا هو لهدف يعني اذا بدك نحن كمتلقي كم بنشوف انه في اوبشنز في احتمالات انا عم بشتغل داخل السجون كرمال فتش عن حريه منشوده بس بعيده المدى او انا عم بشتغل حتى رجع حق لشخص ضعيف مستضعف مهمش ومنسي او انا عم بشتغل لانه انا ممثله ومخرجه سينمائيه وبدي اعمل شغل ضمن اطار البزنس م. شوف اخر وحده هي يعني بيكون مجنون بيقول معه حق لانك تطلع حبوسه لبنان بالذات نحن ما بامريكا نحن ما كان في تحدي لك بهالموضوع يعني انت عم تروح على مطرح كثير صعب تفتيش اللي بتتعرض له لتوصل اصلا على كاعة المسرح عندك ساعتين أه تعاطي مع الدوله يوميا تعاطي الفاكس جيب الفاكس نزال طلع هاي بكره أه أنا أخذني سنة ونص لأخذت إذن لأدخل على السجون، سنة ونص يعني عمر انت بتضل تقدر بدي فوت قشه الكبريت ابعت الفاكس جيب اليوم بدنا ثلاثه اقلام بيك ما بيفوتوا هيك شو يعني دي بيجي اه, اه سو اكيد مش ثلاثه ثالث شيء اللي عم تقولوا شو اللي فوتني على السجون برجع بكرر انا عبالي ساعد بشيب بهالبلد هذا من طفولتي دائما بقول كيف في ساعد وين خلقت فكره الحبس بالذات ليه الحبس لانه انا بال 99 كنت عندي تلميذه وجامعه أه سمعت انه في تجارب مسرح بالسجون، قلت لي شو حلو انه كيف يعني مسرح بالسجون؟ يعني هاي يعني بإيطاليا موجود بإيطاليا وسافرت خصوصي على سجن بإيطاليا بفولتيرا ورحت اشتغلت مع مخرج بيعمل مسرح اسمه ارماندو بونتسو، شهرين قعدت معه جوات السجن عم نعمل مسرح مع الناس بتشوف تغيير النفسية عند العالم، بتشوف الوعي اللي بتصير عند هالمساجين، بتصير تشوف هن كيف صاروا من ورا تقنية مسرح عم نحكي ناس عم بتعبر عم تتواصل مع غير عم تتعلم عم بتصير تفهم انه عم بيقدروا يبنوا مستقبل افضل نهار اللي بدهم يطلعوا كيف اذا بعد ضفت علم النفس يلي هيدا انا اسقلت فيه علمي ف اذا بدك كملوا الموضوع مع بعض اكثر صح هو العلاج بالدراما نفسه وعلم النفس يعني عم بحكي. هو العلاج بالدراما علاج مبني نفسي على علم النفس. انت لازم يكون معك كلينيكال سايكولوجي ماسترز يعني مش انه فيك تفوت وتدعي انك مش أي بالدراما اه وبتفوت بتعمل هيدا معني. الشغل مع ناس بس نحن فينا نشتغل مش بس مع مسجين انا عندي مم. كلينيك بيجي ناس لعندي بشتغل مع شركات كثير لموظفين على عن حالهم في سيشنز عندك كده. انا بعرف بالجمعيه بتعطوها للاشخاص بيغزوها صح موعد. صح صح مين ما كان في يجي يعني شخص بتلفن بيحجز مثل مثل البسيكولوج ها مثل زينا نضالك الحقوقي اذا صح التعبير ما وقف عند انتاج مسرح او سينما بالعكس شفناكي بمطرح من المطارح زينا دكاش وكانها صارت محل الدوله نفسها دفعتي تشتغل قوانين ايه دفعتي باتجاه تنفيذ بعض الأوانين واللي صح. كانت عم تخفف من عقوبة السجين نفسه هون نحن عم نحكي عن إذا كان حسن السلوك صح. أكيد تخفف العقوبة هو هيدا القانون موجود بالأساس كان موجود بال2002 قانون 463 م. اسمه قانون تنفيذ العقوبات أنا ما كنت عارفة فيه بال2007 بدخل على السجن السجنة بيقولوا لي زينة سامعة بهالقانون قلت لا والله مني سامعة فيه قال اذا فيك تقري بقانون العقوبات رحت تقريته بالليل وبالفعل عندنا شيء مثل البارول سيستم بارول يعني مثل امريكا عندك حسن سلوك في لجنه قضاه هن اللي بيقرروا اذا انت بنخفض لك عقوبتك او لا تيعطوا موتيفيشن لهالسجين يعني ما, ما في اذا بعيد شاب انا وياك قاعدين بهالحبس انا 10 سنين وانت 10 سنين انت كل يوم بتعمل شغب ومو وما بدك تصلح حالك وما في طب معقول انا وياك نبقى عشر سنين يعني انا شو الدافع اللي عم تعطيني اياه لكون انسان افضل فطلع انه عندنا القانون 2002 ورحت وطلعت مع المشرعين تبع القانون سنه 2002 اللي عملوه قلت لهم لين ضب الجرور ما كان في جواب كثير واضح نفذوه شهر والناس فبالمسرحيه 12 لبناني غاضب 2009 عملنا مشهد طويل عريض انه لازم يرجع يتطبق اذا بدنا نصلح السجون اذا بدنا نصلح العالم وكان في ناس سمعت يعني كان في الوزير والوزير وقضاة سمعوا وكان في منهم ما كان معه خبر انه هذا القانون موجود اصلا من 2002 يعني ايام بتاخذ مبادرات صغيره تسكير من هون تحكي بصوت عالي بشغله تضوي على شغله بسيطه ممكن تعمل فرق صح وصدقني ما عملت وقتها كثير افار يعني كان في ناس من اليو ان كذا حكيوا بين بعض لا ضرورة هيدا يطبق معقول بلبنان طلع معنا اياه بعدها بشهرين تعينت لجنه لا تخفيض العقوبات بلبنان وما زالت مستمرة لليوم هون عم نحكي زينا 2009 صح نحن اليوم 2021 صحيح وبعد القانون ذاته بس لكن لنقول خطوة صارت أنه صار عنا تخفيض العقوبات م. عندك خطوة تانية صارت ما بعرف إذا أنا كتير بوافق معه لها القانون بس صار في خطوة تانية تلت يعني بال 2012 أو 2013 ليه صارت سنة السجنية تسعة أشهر يعني ضافت على تخفيض العقوبة هذا أنا ما كتير لمكان معين ومنيحة تخفيض الأشهر منيحة تخفيض العقوبات للموتيفاسيون هلا أجت الزيادة سنة تسعة أشهر هيدا كان عندك سلوك ومش حسس م. يعني هيدا انتقد كتير هيدا القانون ما أنا ما كنت متقدمة فيه سنة 2013 لما اشتغلنا مع النساء بعبدة مع السجينات اللي قاعدين ببعبدا هونيك نحكي مسرحية شهرزاد ببعبدا يوميات شهرزاد هيدي شهرزاد ببعبدا المسرحية اللي عملوها النساء الفيلم اللي انعمل عنه يوميات شهرزاد سو بعدنا بالحبوسة مم. شو يعني سوين انتوا ليه هون اغلبيتهم قلت الزوج قلت الزوج اتلي الزوج من جراء عنف اسري من جراء ضربني من جراء جوزوني طفله عمري 13 سنه لواحد عمره 50 معقد مريض نفسي كان يلبدني ويخبطني وكذا هون رحت لشوف غير جمعيه جمعيه نسائيه مثل كفا اه والى اخره طلعوا انه هن كمان مقدمين مشروع أنون للبرلمان اللبناني لحمايه المراه من العنف الاسري فمثل يعني صرت ادعم يعني هن مقدمين المشروع لانه نحن اشتغلنا اذا بدك على المسرحيه، كانوا يطلعوا ناس من هالجمعيات لي يعني يبشرونا ينورونا شو لازم نحط بنص المسرحيه. لانه كمان صانعي القرار رح يحضروا هالمسرحيه وحيشوفوا انه اذا ما عندنا قانون لحمايه هالمراه في الأسرة حتى حتنتهي كمان مجرمه. ما المراه قبل يعني هلا بعد بيصير هيك اشياء بس انه كنت انا طرد جوزي بخبطني بروح عند الدرك بقول روح حلي انت وجوزك القانون ما بيحميك ايش فينا نعمل؟ امم لما صار عندك قانون ما انا صار في اش اشكي جوزي اشكي وهو في صار يشكيني لانه عملوه بشكل انه مشترك لكل عناصر طبعاً. الاسره طبعا فهلا هل خفف هالشيء من الجرم؟ انا بتخيل لازم ايه بس ما عندي دراسه مم. صارت مم. فكمان لكن مسرحيه شهرزاد ببعبدا اجت ضم صوتها للمجتمع المدني اللي بي بنادي بحقوق المراه وصار عنا من 2014 قانون لحمايه عناصر الاسره من العنف الاسري بعد هيدا القانون زينه طلع كثير حكي وينقال انه شو اي مره تعنفت من زوجها بحق لها تقتلو تقتله او تشتكي عليه ما هي انت انت كنت عم تدافعي عن نساء طلع بحقهم قرار جرائم قتل لانه يعني ما كان هن... عندها غير خيار يعني ربك ع... نحن مش جايين نقول هيدا مع حق ولا م... لا ما جيتي شرعتي الموضوع شرعت بال... شو؟ بالقانون انه بحمايه عناصر الاسره من العنف الاسري فهم؟ المرأه او فهم؟ اي شخص بيتعرض لعنف ببيته لازم يقدر يروح يشكي عند م. عند الدرك يقدم هيدا القانون هيدا هو ولكن القانون ولكن عند بعض شرائح الناس فهم انه حتى لو قتلتي زوجك وكان عم يعرضك لعنف يومي او كان في اسباب بما معناه في حال تعرض هيدا حصل هيدا الشيء وصار في جريمه قتل هون إيه؟ نحن نحكي عن نساء قتلوا ازواجهم واكيد أو العكس واكيد العكس صحيح كمان في رجال بدها في أكيد. رجال كمان قتلوا نساء من وراء هيدا صح؟ الموضوع صح. هل قانون كان واضح هالقد كان كافي وشافي بنفس الوقت ولا برايك كمان ادى الى زياده نسبه الجريمه لانه لاحظنا قد صار في عنا زياده بعدد الجرائم بعد ما طلع قانون ما العنف ما عندي الأسر. داتا اه اكزاكت بشو صار ما بعد م. ما اقر القانون بال 2014 حلو الواحد يعرف بس م. مفروض يكون اقل لانه اذا انا قادره اروح اشتكي او ينفتح ملف بالعنف الاسري اللي انا عم بتعرض له انا ليه بدي اوصل للجريمة ما انا صرت محميه من الدوله من القانون من القاضي من المجتمع ككل م. ف بالقانون كمان في قاعده زينا بتقول انه لا ضرر ولا ضرار <applause> برأيك في حال كانت عم تتعرض لعنف داخل المنزل بس ما عندها منزل تاني ما عندها مكان للإيواء ما عندها إلا هالزوج واولادها والبيت اللي ساكنة فيه وأكيد أنا إذا عم تتعرض لعنف بأي مطرح من المطارح يفضل أني أطلع من هيدا المكان بالأول ولكن عمل الجمعيات النسوية والمنظمات النسوية بيكبر الشرخ بالعلاقة بين الرجل وزوجته أو العكس يعني اذا انا ما عندي هالقد مكان امن او safe space يعني سيف سبيس لهيدي الزوجه صار في سيف سبيس شفتي يوم؟ آه في عده جمعيات عم توسعي نقول توسعي وين كانوا بحال قدمت هي المره طلب امر آه <applause> حمايه آه وبدها تطلع من هيدا البيت بحجه انه في عنف يومي يعني عم تعرض له في جمعيات في جمعيات عم يعملوا ملاجئ آه لهول النساء وتش از جود لها ولا لا؟ اذا بد لازم لا تروح على مطرح ما تتعرض بالنسبه لإلك كحدا عنده علاج بالدراما وكحدا خالط والتعب كتير من السجينات عم نحكي بسجن بعبدا انها تترك بيتها وزوجها واولادها اللي صار في اكيد مشاهد عنف ما حدا بيقبلها وانها تروح على مركز شلتر او ايواء او مكان لللجوء للجوء م. مع عدد من النساء الثانيين بين هالوضعين بين هالمكانين اللي تنيتهم فيهم خطوره أي أفضل بالنسبة لك وين الخطورة بالملجا؟ ساعدني أول شي صار في عنا انفصال عن العيلة، ثاني مش مؤقت إنه زمني لابد لابد ممكن ما يكون مؤقت شو عرفني؟ كيف ما بده يكون مؤقت؟ ممكن, ممكن تضل ممكن يصير في اه ما ايه الملجا تبقى. ما في خليها لفترة طويلة هي بهيدا الملجا لتنحل القصة الكبيرة اللي صايرة هونيك بالملجا أنا عم حط كل النساء مع بعضها صح؟ انا انا مني من هون الجمعيات عم ما بعرف ما عندي كثير رأيي. معلومات انا اشتغلت على لوبينج للمشروع القانون اللي كان مقدم من جمعيه كفا بوقتها بس اليوم اللي عم بيقدموا هيك خدمات ابعاد كفا آه المنتدى النساء اذا من غلطان صح في جمعيات شي. النسوية مضبوط وحرام عم يشتغلوا انا ما عدت تعطيت ابعاد عم يشتغلوا كثير آه اكيد كثير بموضوع دعم وتمكين المراه اكيد ولكن ما حدا بيعرف شو بيصير جوا بهالملاجئ ما عندي يعني فكره شو الأخبار عم بيصير الاخبار بالصدفه عرفنا انه باحد المراكز يلي بتهتم بالمرضى الوضع جوا جدا مزري كحمامات كعنايه كصحه اوليه مش متوفره ونحن كنا بنعرف انه هذا المكان جدا امن للمرضى امبارح على الاخبار تفاجئنا انه الموضوع مختلف تماما امن للمرضى النفسيين الخبريه اللي سمعنا عنها كارثه كارثه ان قلبي الله بس قليته. بس هيدا غير الموضوع اللي انت عم تحكيه عم بعطي مثال لا شك انه يكونوا شبيهين بس مم. تنحدد الملجأ عم نحكي للنساء يروحوا يلجأوا عليه لأنه هي بتتعرض لعنف ما له علاقة بالموضوع اللي شفناه امبارح عن المرضى النفسية موضوع اللي شفناه امبارح يمنا أول مستشفى أبداً. أبدا أمراض نفسية عم نشوف فيها ذل وتعتير و... وما حدا كان عم بيجي يعمل لها مونيتورينج أصلا مم. يعني هيدي تقع تحت وزارة الصحة أصلا هول ناس مرضى نفسيا وعقليا وين الرقابة على فتح هيك أماكن أسبوعيا لازم يكون في زيارات لناس متخصصة من وزارة الصحة تكشف على القليل يكون في مونيتورينج أكثر من خلال لقائك مع السجينات بعبدا نسبيا مرتكب الجرائم بلبنان أكثريتهم من الذكور نسبيا يعني العدد الأكبر إذا بدك نرجع للإحصاءات منن نساء جرائم شو قتل ولا شو اذا بدك هي نسبيه يعني انعملت الاحصائيات بشكل عام ما تحددت انه الرجل يرتكب اكثر اكثر ليه المراه بلبنان ترتكب جريمه سبق وقلنا احدى الاسباب اذا قتل كيف ما حرت ودرت جوزة مم. يعني الا اذا في مرض نفسي معين هي عانت منه آه فبيكون حدا ثاني غير الزوج آه؟ بس هو كثير قلال من تجربتي بقول لك حالات قلع. خاصه جدا يلي عن تكون معاني سكيزوفرينيا او شيء نحن بنعرف الامراض السيفير بالامراض النفسيه والعقليه فيها تاديك انك تقتل حتى حدا ما بتعرفه لانه ربك عليم دماغك شو عم بيصير فيه انا كثير مخدرات كان عند الرجال والنساء للاسف بلبنان بعد عنا جرم الزنا يعني ما عندي اي تعليق احكي انه بتلاقي نساء محطوطين بالحبس مورا جريمه زنا <applause> اللي هي ساعة البدو بيرجع بيطلعها زوجة وهيك بس مثل كأنه تربيها هيك لنحطها وعين الكل يعرف انه انا ربيتها وعدتها في في مشروع قريب عن هيدا الموضوع؟ هيدا ما عن جد بقي براسي وحكينا فيه اصلا بالمسرحية لأنه لأنه دو حساس عليه. الموضوع بالمجتمع الشرقي حساس على بس انه عيب يعني صرنا بال 2021 يعني 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 نحن صار عندنا عدة طرق وسبل لفن تواصل كمان آه صار في طرق آه يتعلم الزلم يحكي مع مدامته ومرته تحكي معه يعني منك عم تحكي بايام آه كلنا يعني كنا نصرخ فيه على بعضنا يعني منا بقى بهذيك الايام انه في سبل في ناس عالمين نفس في ناس, في ناس صار في معالجه في ناس مستشار فيك تروح مستشار علاقات الزوجية فيك تحكي مع ما بتحبوا توصل للطلاق وبتحبوا تصلحوا اللي صار يعني مشان هيك اوت ديتد شوي خبريت جريمه الزنا بعد يعني لما بتقضي السجينه او السجين فتره طويله داخل السجن نتيجه الجرم او الفعل يلي ارتكبوه بالمجتمع يوما ما وانت عم تعالجيهم بالدراما اذا افترضنا هالفرضيه في ناس ما كانوا عم يتعالجوا بالدراما في ناس كمان بعدهم لهلا يمكن زينه او فريق او جمعيتها ما وصلوا طلع اليوم حكم ببراءتهم او يمكن بالافراج <متحدث> عنهم وطلعوا برا السجن، طلعوا للسجن اذا بدك الاكبر، وهن لهم تقريبا بين 10 ل 20 سنه مساجين وعندهم هي الحالات اللي تكونت في حدا اليوم برا بيهتم بالمفرج عنهم؟ اوكي، هلا لازم نعرف انه في عده جمعيات عم تشتغل داخل السجون، <متحدث> يعني صار عندي شك انه اي سجين الا انتبه بالسجون الكتير صغيره اللي بتضيع يعني يمكن الهول ما عم بيوصل لهم خدمات مجتمع مدني بس سجن طرابلس في جمعيات عم تشتغل فيه، زحله، هون، روميه، الكل اه. يعني موجوده نحن يمكن نقدم علاج بدراما غير جمعيه عم تقدم سيكولوجيت كمبيوتر، محو الاميه، تعبير ضمن الجروب، يعني صار في عده مبادرات موجوده. هالشي بيساعدهم يطلعوا ناس افضل؟ اكيد كل مبادره فيها خير وبركه. بس بعت الهم برجع بقول لك السجون المنسية اللي شو بعرفني يمكن قليل لحدا كمان ايه هون بقول لك ايه, إيه؟ انه هل استفاد من شيء جوا خدمة ما بعرف كمان من نضالاتك زينة والافعال اللي قمتي فيها خلال هالمسيرة المهنية خلال 14 سنة بيع علاقتك مع المساجين والسجينات وكمان بالدفاع عن الحقوق بشكل كامل بعد مسرحية شباك لباك قدرتي كزينة دكاش انك تلغي قرار صدر عن وزارة العدل بال 2014 بتشرين الاول 2014 صح. واللي كان انه بحق لاي شخص من العائلة داخل المنزل انه ككافيل يشتكي ككفيل يشتكي, ككفيل أقول. يشتكي على العاملة الاجنبية في حال عرف انه على علاقة غرامية مع حدا من افراد المنزل نعم اجت زينة دكاش وحللت العلاقات للعامل الأجنبية بالمجتمع اللبناني يعني صح أو غلط اللي صار مثل ما سبق قلت لك أنا بدخل على المجموعة كيف السجن لي زي زينا جيبي قانون العقوبات ريشو مكتوب فيه في قانون هن اللي بينوروك أنا ما بعرف الأخبار فيا كرم مثل ما سبق قلت لك مش لما دخلت على حبس رومية هن اللي نوروني هن اللي بيجوا بيقولوا زينا بتعرفي بقانون العقوبات في قانون بيقول كذا فلما رحت لأشتغل مع عمليات المنازل هيدا المشروع عملناه 2013 14 15 عرضنا كمان المسرحية معهم دونك كنت شوفهم كل يوم احد لبنات اثيوبيات فلبينيات بنغلاديشية كنا نشتغل سوا وهن قالوا لي زينا سمعتي بالقرار الصادر عن وزارة العدل اللي بيقول انه الكفيل اذا عرفنا منحب او ممكن نحب على الاراضي اللبنانية لازم يروح يشتكي علينا بالامن العام صح قلت له عن جد في قرار؟ اول شيء قلت لا هن عم بيخترعوا. نكشت ورحت وقريت القرار، ما بعرف حتى كيف صادر ولا من وين صادر، يعني هيك غريب عجيب. فلما المسرحية عملناها نحن دائما شو بنعمل؟ نعمل العلاج، بننتج المسرحية، بندعي قلنا مين؟ صانعي القرار، فكان معنا وزير العمل وكان معنا من وزارة العدل. فطلعنا وهنك طبعا بالمسرحيه البنات نادوا انه هيدا القرار ما طبيعي مش نحن بنتركهم كيو اند اي بعدين يعني الاعلام موجود وحكينا بالقرار واخذوا وعطى واخذوا وعطى ويلي اصلا مش عارف ليه هو مصادر بعدها بشهرين لغى القرار هل انا نزلت لغيته بايدي لا انا جيت ضويت انه يا جماعه في شيء مش مزبوط والاعلام معي ضوان في شيء مش مزبوط يعني ايام بتاخذ مثل ستيب صغير انك تقول خطوه لقدام انه في شيء العالم منا ما مع خبره ما انا مواطن مثل يوم ما كنا معنا خبره طب ليه بس هو عم يتطبق طب شو القصه فاعلام مع صانعي قرار مع عمل محترم عم تدعي الجميع تعالوا نحكي بالموضوع نوعا ما بحرك الامور عرفت كيف هلا مؤخرا اخر اعمالك كان اللي هو عم ياخذ هالضجه القوية كتير وهالرهبة كمان بالمجتمع وإذا بدك حتى عن صناع القرار صح اللي هو فيلم السجناء الزرق قبل ما نحكي عن هالفيلم وتفاصيله وكيف اشتغلتي عليه ولوين ممكن يوصل وشو ممكن يغير بالدولة اللبنانية بدي مع حضرتك والمشاهدين نكون عم نحضر هيك مقتطفات تريد. سريعة من هيدا الفيلم ومنرجع من تابع الحديث سوا شكرا يا كار. أنا هون ببيت أزرق رومي صار لي خمسة 85 سنة يعرف إنه أكتريتكم هون أخدين أحكام مكتوب فيها لحين الشفاء ما عجبتنيش لحين الشفاء لأنه وين هامر إيه بالمسرحية مفروض نذكر المرضى النفسية اللي قاعدين تحت. انتوا اللي بنص دين عذابكم قدرتوا تاخذوا بعد مسافه وعن جد تفكروا بناس ثانيه محكومين هون وكانه مؤبد عم ياخذوا ادوارنا؟ ايوه مين اخذ دوري؟ من هنا من هنا يو مي اوت يو نيد تو بريف يو عشان كيف حكيت <applause> <applause> هلا بشوف بدي احرك بدي احرك شو بحكي اللح... مثل ما بيحكي؟ انا كنت ضابط علقت نجمه كنت الله يعين من ليلة لضحاها بطل في شيء يا إيه بيه يا كل يقولوا عنه مجنون يعني تصور يكون نايم مثلا بيجي واحد بسطل المي هو نايم بتروح بسطل المي عذرا ايها القانون عذرا تقول عني مجنون معتوه وممسوس تنتظرني كي اشفى فهل في كتب القانون يا عجيبه زويدي اذا حكموك وقالوا لك رح تبقى بالحبس لحين الشفاء तो वेलकम मशीर बदल الأزرق، رومي صار لي بالحبس مم. 85 سنه القانون اخذين احكام مكتوب فيها لحين الشفاء ما عجبتنيش لحين الشفاء لانه بين هامر ايه بين داس بياخذوا ادوارنا؟ ايوه مين اخذ دوري؟ من هنا من هنا هلا شو بدي احرك بدي احرك؟ شو اللي بدي احرك؟ بحكي مثل ما بيحكي؟ انا كنت ضابط علقت نجمه كنت الله من ليل لضحاها بطل في الشيء. يا إيه؟ بابا يا بابا إيه؟ يعني تصور يكون نايم مثلا بيجي واحد بسط الماي هو نايم بتروح بسط عذرا ايها القانون عذرا تقول عني مجنون معتوه وممسوس تنتظرني كي اشفى فهل في كتب القانون يا عجيبه زويدي اذا حكموك وقالوا لك رح تبقى بالحبس لحين الشفاء. وبلكي ما بضل. زينا بعد المقتطفات يلي شفناهم سوا مع المشاهدين بهيدا الفيلم. فتي على المبنى الازرق يلي هو بس ازرق باللون. وليس بالعناية الصحية والطبية تنوضح كمان صح. آه هاي النقطة آه دخلت كاميرا زينة دكاش على سجن رومي اللي هو من أخطر السجون وهي أكيد مش المرة الأولى نحن عم نحكي بعد نتاج 12 سنة أو 13 سنة صحيح. من العمل مع هالمؤسسات العقابية إذا صح التعبير فتي حكيتي ناس عندهم أمراض نفسية بس ستة. هن بالأساس ضحايا أمراض نفسية يضحي ضحايا اشخاص كان عندهم امراض نفسيه لحتى صار عندهم هيك هيك حالات لا هلا المرض النفسي بنعرف ساينتفكلي المرض النفسي علميا علميا متجذر بيكون عنده اسباب وراثيه، عنده اسباب صدمات معينه كمان بتتعرض لها بحياتك بعمر ال20 حسب عن اي مرض عم نحكي وبيطلع هالمرض بيتفش يعني ببينوا السيمبتومات ببينوا عوارضه انت ببلد كل الاسباب موجوده فيه اه يعني تصيري مريضه يعني حرب الاهليه ما بعرف اهلك انا بعرف عن اهلي باخذ لي حبه هالدواء من لك زوتانيل فاليوم اند يو نيم يعني الامراض نتجت من ايام الحرب المقاسه اللي شافوها الدنيا انت ببلد ايه عنا مثل اي بلد بس يمكن شوي اكثر عنا امراض نفسيه موجوده يو نيم ات فصام باي كذا كذا شخص لما بيكون عم بيعاني من مرض هو معرض اكثر يعمل جرائم لانه منو بكامل الكنترول على الاشياء، منه تعكم. قادر يسيطر على افكار، منه قادر ياخذ قرار معين، خاصه اذا ما عم ياخذ دواء بالمطرح اللي هو. فكيف اذا بتطلع على الضيعه بلبنان شو مرض هيدا راكبه الشيطان هيك لنجيب له الابونا او الشيخ تيشيل لل... ولا بده ابونا ولا شيخه بده ادويه بده علاج بده بسيكولوج بده متابعه بده كذا فاللي صار انه انا بال 2012 كنت عم بشتغل بحبس بعبده وبنت بتفوت بتقعد معنا بالجلسه سجينه يعني يعني ما كنت انتبه يا يعني بتعرف لاني غاطسه بمشاريعي وكذا خصوصي جوا السجن يعني عم نحكي دخلت الوضع بيكون مختلف واضح انه مريضه نفسيا مريضه يعني مش عم نحكي مرض ناعم عم نحكي بمراحل متقدمه بتحكي مع حالها، سألها السؤال طلع هيك لفوق، آه، بعدين بلشوا البنات يحكوا لها زينا قاعده معنا بالغرفه ما بتنام بالليل ما بتخلي حدا ينام، بعدين بتصير تبكي واحدة بعدين بتشطب حالها، بعدين بنكون عم نحكيها بتحكي مع الله رحت شفت ملفها لهي طلعت انه معروف انه عندها مرض نفسي وارتكبت جرم بسبب الجنون هيك مكتوب وسوف تبقى في السجن لحين الشفاء قلت لا يا القاضي بوشي كاتب هيك يا حرام مش خص القاضي هاتوا القانون قايل له فرحنا على قانون العقوبات للمره الالف مكتوب سنه 43 وبيقول كل مجنون كل معتوه كل ممسوس ارتكب جرم يبقى في السجن لحين, لحين الشفاء, الشفاء. يعني مؤبد لانه العلم يثبت انه ما في شفاء بالامراض ما النفسيه نستقر وضع مستقر بيقول او وضعي انه ما اخلق ما ما اذي نفسي وما اذي الاخر مم. هي مثلا بتنكر بده علاج بده معالجه مع ومع الإيان. العلاج مم. نحن لا علاج ما في شفاء قاعدين هن والباقيين مثلهم مثل بعض ف اصلا ما بو رح يصير بو شيء لانه منه مضطر يقعد مع حدا مريض نفسي بلا ادويته وبلا كذا واصلا مش عارف كيف يتعامل معه يعني إذا أنا سجينة ما عندي ما عنده وعي ولا إدراك ولا تحكم أصلاً ولا خبطها سيطرة يمكن يمكن أضربها يمكن يصير في تنمر عليها يعني بتنمرض زيادة وأنا بصير مريضة يعني شو بدي أقول لك هون فتت بمشروع كتبت مشروع كتير كبير قدمناه للاتحاد الأوروبي بلبنان والحمد لله بوقتها إنه قدرنا نحصل على التمويل لأنه مشروع طويل يعني عم نحكي على أربع خمس سنين بدنا نص مشروع قانون جديد وهيدا اللي صار ونصيته أنا والرئيس حمزة شرف الدين يعني جمعيتنا بالتعاون معه وزارة العدل هي عينت القاضي حمزة شرف الدين لنصهر ليالي وليالي عملنا دروا كومباري يعني فتنا بالقوانين المقارنة البلدان العربية الباقي شو بتعمل مع مريض نفس ارتكب جرم أمريكا شو بتعمل فرنسا إيطاليا أستراليا طلعنا بموسوعة هالقد وعملنا دراسة بلبنان قدي عنا أمراض نفسية هل النساء اكثر ولا الرجال؟ شو نوع الامراض الموجوده؟ وكيف عم بيتعاملوا؟ اه اربع خمس سنين نفس الوقت زينة عم تعمل علاج مع الناس اللي عندها امراض نفسيه اللي اكتشفتهم برجع بقول لك بوقتها أنا. انا ما كان معي خبر بالصدفه موجودة. كمان بالصدفه و... و... انت عم تعمل سيشن من حالي انا قلي من 2009 مثلا بحبس رومي طب شو م. هالمبنى الازرق؟ م. ما بحياتي سائله شو في جواته كنت فكره مكتب للاداره ما كنتش اعرف شو فيه ما حدا بيحكي عنه فلما صرت افهم اكثر واكثر طلع انه كمان في بيرومية مبنى ازرق مش معمرته الدوله معمره حدا برايفت يعني لخيه اللي هو مريض نفسي وارتكب جرم الزلمه راح حط مصاري عطي مصاري للدوله قال لهم شو رايكم تعمروا بنايه زرقاء يا خيي دهنوها ازرق يعني شيء هي حطوا لي خي فيها تما يكون عم بيحتك مع السجن العاديه وصارت الدوله كل ما يجي حدا محكوم لحين الشفاء رجال حطوا معهم انت لما انا دخلت عم نحكي 2013 2014 على المبنى الازرق كان في حوالي 31 32 سجين اغلبيتهم محكومين لحين الشفاء طب النساء وين محطوطين هن ولأنه بس عم نحكي رجال انه آه نحكي في مبنى ازرق نساء محطوطين مع غيرهم صرت اكتشف انه في انه ما محكومين لحين الشفاء ومرضى وين هني؟ مع الناس العاديه مختلطين مختلطين هن والشباب العادي شو بيصير جوا ربك فلك فليك شو هالموضوع الكبير يعني بس ما خفتي زينه خفت كان اوريدي عندي تجربه سابقه انا شاغله ثلاث سنين بمستشفى الفنار مم. اللي سكرت حاليا سامع فيها اللي صوب النبطيه شاغله ثلاث سنين مع ناس عندها امراض نفسيه بعرف كيف يعني تتعامل مع حدا عنده سكيزوفريني مش زهن. بس من المرضى ما خفتي من الدوله يعني هل هل بنت شو فايده تعمل بالسجن جوا عنا بدي اقول لك صراحه ولكل حدا من الدوله سمعني هلا من الاول انا معروف انا ما بفوت لانتقد الدوله مم. انا ود... انا انا بجي على الدوله بقول لها بدكم مساعده هون تعالوا نتساعد انا ما بحياتي انتقدت شيء بالدوله والحلو انه ما عندك انتماء يعني سياسي بتخيل هيدا الشيء ما عندي اي انتماء انا انسانياً انسانيا فايته شفت السنب. يعني هيك عملت مثل بحث صغير بس تعرف انه زينه مع مين عم تشتغل مين الواسطه اللي عندها اياها زينه لا واسطه <applause> ولا شيء كانوا يسموني وودي وود باكر عرفتوا ناقر الخشب انه بس مصره عمل المشروع إن لانه ما عم بفهم لي ما عم بدي عمل. بدي ليه ما بدنا نعمل ليه ما بدنا نساعد حالنا ليه ما بدنا نغير قوانيننا فبتقول انه خفت شيء من الدوله والدوله خافت مني كانوا فاهمين من الاول ولليوم يعني خاصه اللي صانعي القرار واللي له علاقه بالحبوس م. بيعرفوا زينه جاي تتعاون انا حتى بالفيلم لما عملناه سوشان أنا ما جاي افضح دوله بالفيلم من اوله لاخره ايه في مشكله وهاي الحلول انا ما بجي بس بكب مشكله سوري بس ننتقل. كم ساجين هلا في بالمبنى الازرق كم سجين في بالمبنى الازرق دائما الراوند 30 40 مم. اللي عم بيتحولوا في منهم من ورا شغل زينه تامل لهم مكان افضل بالفيلم راح بتشوف هالشيء بالسجن الازرق بينتهي الفيلم انه في اربع ناس ختياريه قعدوا 35 سنه مهن ناطرين الشفاء مم. هول اللي كابر كاسر نروح عند كل قاضي ويمكن مات القاضي حكمه فنروح عند القاضي اللي استلم الملف إنه هيدا إثبات من السيكياتر إنه ما بقى يشكل خطر أصلاً بطل مريض صرنا بألزايمر يعني مم. المرض النفسي خلصنا منه تحول شيء بالخلايا صار يا خرفين يا ألزايمر يعني مثل خسي قاعد مم. بمطرح لا بيعرف اسمه ولا بيعرف يحكي معك مم. فهولي لما تاكد معنا القاضي قدرنا نطلع اربع اشخاص ويحن اليوم بمطرح بياخد العقل إنتي عم تهتمي فيهم جمعيتك؟ اب مجدي علاوي على اب مجدي علاوي انا ما عندي هالامكانيه بجمعيتي، بير مجدي مضي تعهد للدوله اللبنانيه انه انا باخده عاطي تحيه لإله اكيد شو مش بس بهيدا المجال هو مبين قد ايه قد ايه عنده اعمال بيضة باشياء ثانيه انسانيا وتحيه ثانيه لسمير يوسف اللي كمان ايد بايد كان عم بيساعد بتطليعهم سمير يوسف من اذاعه الام تي في اعلام عاطل عن الحريه ايه <applause> صح آه لانه هو كمان من ورا شغله صار عارف شو عم بيصير جوا اشتغل كثير بهالملف ترفع لإله القبعه فاربع شباب قدرنا نشيلهم من جوا بس المشروع لانه هو مش بس تنشيل الاربع هو لكل اللي قاعدين جوا هيدا بدي اوصل لك هيدا بدي اوصل بالحديث هل مشروع اذا ما اشتغلت عليه الدوله اللبنانيه هل معقول يوما ما يكون في عنا اكثر من 30 جثه داخل مبنى الازرق اكيد ليش هلا هالفتره هل... بت... اللي مرقت علينا جثه يموتوا لانه لحين الشفاء عم بيطلعوا جثث اه يعني اذا بقول لك قديش شهدوا عيوننا على طالعه الناس خلص عفنت جوا وناطرين لحين الشفاء هيدا المرض كانسر هيدا الميت بارضه هيدا الكذا اه اليوم نحن معرضين لامراض نفسيه اكثر من قبل ثلاث سنين مرقوا على لبنان منن هينين انفجار مم. بيروت عامل خلل بنفسيه اللبناني بلك لك هالشيء ما رح يجيب جرائم اكثر على اللونج تيرم انا بقول لك اكيد بقول لك ما حينتهي لبناني واكثر من اللبناني والسوري والكذا محكوم لحين الشفاء بموجب هيدا القانون ومكبوب فوق خلينا نشوف بعد عشر سنين بس يعني نحن رايحين لمطرح بشع كتير زينا من كلامك شوف يعني بال 2016 قدمنا القانون للبرلمان اللبناني دعينا مرتين علي م. جين انا والرئيس حمزه بس دائما لجان سريعه و دقائق ويلا وفيش تاني وهيك وبعدين شفت اي ملغوصه فتنا فيها بالبلد وشفنا انه ما في عندنا حكومه على فتره طويله وشفنا انه ما حدا في ياخذ قرار وشف هلا بقول لك امال كبيره ما بعرف يعني... هو هيدا نحن هون عم نحكي عن شيء كان مقترح بال 2017 اشتغلتي عليه انت اكيد وبعض الجمعيات وكمان نواب يعني بدنا نقول نوضح انه في نواب كانوا متعاونين معك على تعديل بعض المواد الخاصة بقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية تحية لألو غسان مخيبة صح؟, صح؟ أه هل حتقدروا عن جد يكون في عندكم تبوش أو تدفعوا أكثر بهيدا القانون أو لا موضوع منه سهل و... شوف انا اذا أكيد... اكيد مش حتقدري. الموضوع كثير سهل لانه المشروع اللي قدمناه للدوله اول شيء منه سياسي منه مسيس وما له علاقه بالمذهبيه ولا بيأثر على كثره المذهب اكثر من الثاني بالبلد ما خصو ما بيكلف مصاري لانه مم. حتى لما وزاره الصحه بتقول بتقول انا ما عندي بيجي مش قادر يا ما ما معي مصاري لطلع بسيكياتر آه يزورهم بالحبس لقينا ميزانية بصندوق الدولة عم بيندفع لبسيكياتري لموضوع كليا تاني قديم ما زالوا عم بيقبضوا ببيوتهم هن ما عم بيشتغلوا طب هالمصاري شو رايك نحولها لبسيكياتري على بالهم يشتغلوا نستفيد منها سكرنا للمشروع يعني بالمشروع اللي انكتب اول شيء بنشيل كلمة مجنون معتوه بمسوس عيب سنة ال 21 اسمه المرضى نفسية وعقلية ممنوع كلمة لحين الشفاء تعوا نغيرها لحين الاستقرار تيجي بتقلي ما معنا ميزانية لقينا الميزانية النساء اللي عم تنكب هي وسجينات عادي مبنى الأزرق ثلاث طوابق خصص طابق للنساء خصص طابق للرجال ممكن يعني في حلول هيدا الكل شيء عم كنا عم نقوله غير هيك بالقانون صار اذا بدنا نكمله مثل ما مكتوب لكن كل مجنون كل معتوه كل ممسوس ارتكب جرم يبقى في السجن لحين الشفاء بقرار تصدره المحكمه التي اصدرت الحكم ما نحن قلنا بتخفيض العقوبات اذا بعيد الشر انت يا كرم حكمت 10 سنين جريمة عم بحكي شو ما كان مخدرات مم. لتخفيض العقوبات ثانيه اللي بدها تبت فيك ما فيها نفس اللج نفس القاضي اللي قري كل أبداً. الملف أبدا. أبدا. وال... والكل شيء انعمل يوي والجريمه اللي عملتها ما اي اوبجكتيفيتي عنده اكيد ما حيطلعك بحياتك لجنة تانية هي اللي بتجي بتنظر عن بعد اوكي في جريمه ولكن في حسن سلوك ودا دا دا دا, دا وش صار ما. نفس الشيء فصلنا المحكمه اللي اصدرت الهيدا وحولناها للجنه تخفيض العقوبات عندك فكرة إذا الأهل كانوا عم يزورون بالسجون أو في منهم إيه وفي منهم, منهم لا في منهم كان زيارات في منهم إيه وفي منهم لا اللي إيه. عندهم أهل، الأهل بيسعوا كيف أنا وياك عم كيف هلا عم بحكيك كنا نروح عند القاضي، هو اللي بيروحوا عند القاضي وبيقولوا له أنا بجيب له بسيكياتر، أنا بجيب له أدويته اللي بدك إياه بس طلعوا ما, ما تكتب له بقى لحين الشفاء، صار. رئيس أنري خوري اللي هو اليوم معالي وزير العدل ع تاريخه في شخص هو حوله طلع من هونيك حوله لمستشفى دير الصليب للعلاج لانه بيعرف انه جوا ما عم بيتعالج هذا الشخص وبالفعل بعد فتره البسيكياتر بدير الصليب قال انه الزلمه مستقر والاهل تعهدوا يعطوه الادويه ويكفي برا وطلع يعني في مبادرات اذا بدك تعمل مبادره وتكون قبضاي مثل الرئيس اكيد فيها فيك تعملها زينا على الصعيد الشخصي أنت بالنهاية عندك حياتك الخاصة أنت زوجة أم عندك بيتك وعايلتك قضايا حياتك كليتا بالسجون عم تناضلي كرمال تعطي حق لشخص مستضعف بالمجتمع بتقدر زينا دكاش تفصل بين زينا المعالجة بالدراما داخل السجون وزينا الزوجة والأم والحياة الاجتماعية ولا خلص قلتي هيدي الحالة صاروا بس يشوفوكي زينا <applause> ايه تبعت سجن رومية لا لا <applause> مع, مع الوقت ما بتجي تلقائيا <applause> بس مع التمرس بتصير تعرف تفصل بين حياتك <applause> والشغل اللي انت عم تعمله انت هلا ما بننكر شغلنا صعب يعني تليفوننا اه نحن ما بي ما بي ما بيسكت ايام كثير اه؟ مش شوي هيدا شغل ايه بدي يعني الشخص كمان شريك حياتي لو منه متفهم انه زينه كمان حامله قضيه بعد ما إمني ببلد عبالها تغير اشياء ما عليك مره زينه ما تعبتي وقفي هون خلاص ما في نتيجه يقول لي ما توقفي لا بيقول لي خدي بريك اكيد وصرت اسمع له اكثر يعني عن جد في فترات بعلم الكل انا اوف زينا مش هون بحول لحدا تاني مثل حدا معي بالمكتب عم بيساعد انه هلا مش وقتي وهي كمان بس تتعب الشخص اللي معي تاخذ هيل اوف ترجع بتحول لها يعني يو نيد بريكس بهيك نوع شغل بيناتنا بيخاف الزوج من الزوجه اللي هالقد عندها نضال وشغل بمجال الحقوق تلفن لجوزي هيك بدك تساله هو السؤال ما لا اكيد لك انا بقول لك مثلا زوجي مش بيخاف بيصير بيحسب لك حساب بيحسب حساب حياته لانه كمان حياته بتتاثر م. يعني انت ما في انت عم تنقليهم لأن لحياتك مستحيل اي يعني قد ما تكوني حدا شاطر الا ما ياثروا على حياتك الخاصه ولو جزء يمكن نفسيا انت بدك تفكري بهيدي الكيس في اللي شفتيها اليوم بالسجن اللي هي مثلا كانت المريضه النفسيه اول مره بتشوفيها اكيد جبتيها معك على البيت بوقتها ما كنت مجوزه <applause> اكيد بوقتها ما كنت مجوزه <applause> عم تلاقي حلول <applause> يعني انا ايام بقول لهم يا حرام هلا انتبه مثلا اللي بشتغل معهم يعني بقول لهم ليك خليني رايحك شوي جوزي لانه بحكي غير مطرح فمثلا انا والقاضي حمزه شرف الدين عم نكتب المشروع هاي بكون خلصت كل شيء بدي اقوله بروح عند جوزي اوكي شو بنطبخ اليوم هلا شو عرفت يعني صرت تخصص حكي قانون حكي مع الاول تخلص بيناتهم بس بيناتنا زينه دكاش بتعالج حالها دراميا كمان؟ اكيد نفسيا عندك اياها السكيلز؟ ممنوع تعمل الشغل اللي منعمله وانت ما تكون عم تروح عن زميل لإلك مم. اسبوعيا تحكي مم. عن الاشياء اللي عم تحس فيها مم. مجنون اللي ما بيعملها سوري كلمه مجنون لازم اسحبها كل معالج نفسي لازم يكون عم بيشوف من فتره لفتره معالج تاني لانه هو كمان انسان والا ولا شغلنا ما فينا نعمله نو no واي ما انا اول شرط ناس بتشتغل معي بالجمعيه بدك تعمل علاجك النفسي او لا ما لا وانا مش بحاجه مرسي ما, ما تفوتي يعني منا جبارين ومنا سوبر وومن نحن انسان وعنا تاريخنا وفي اشياء عم تصير قدامنا حتوعي فينا صدماتنا الخاصه اذا نحنا ما بدنا نعتني بحالنا حرام نروح نساعد العالم ضحايا الانفجار النفسيين يلي خلقت عندهم هيدي الحادثه ازمه نفسيه قصدوكي صح كنا مطرح. مجموعة عدة معالجين نفسية عملنا مثل جروب نعلن على السوشيال ميديا وللي بيعرف بليز تفضلوا مجانا تعملوا آه سيلف كير سيلف كير لو مرة لو مرتين بدك تشغلك لحدا تاع 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 فصار يجيني أنا كمان ناس يجوا وحياتك عيدة وعيدة وعيدة يعني خاصة اللي طول بعد فترة عم نقول يحق لك تبقى مطرح منك خاصة انه ما ما حدا اجى وساك وقال لك شو صار ما في ما في ما ولا ممكن يصير العلاج قبل ما تنهي الموضوع قانونيا زينا سؤال على الهامش عملك بالسجون لهالفتره الطويله خفف عندك الشغف بالعوده للدراما اللبنانيه والتمثيل لك ما خفف بشتاق حتى بمطرح ارجع مثل لانه التمثيل لالي هيك كيف بدي لك بترجع بتشرجي طاقة جديدة بتتسلى بتمثل عم تاخذ دور هيك يعني بلعب شخصية جديدة ايه بس اكيد بعدت لانه لما بتصير غاطس بالمطرح اللي هو كثير يعني بس يطلع لك وقت فراغ بروح بمثل او بروح بقعد على شط بحر لا بروح بقعد على شط بحر عرفت كيف؟ بس للحقيقة انت جسدتي الواقع او الحياة الحقيقية من خلال افلام سينمائية ان كان وثائقية او حتى مسرحياتك صح اليوم بين هي الدراما اللي صنعتها زينه دكاش والدراما يلي عم يصدروا لنا اياها على الشاشه خصوصي بشهر رمضان ضيع حلوين بغيروا لك جو ماشي ماشي لا <تصفيق> لا بغيروا <applause> بغيروا جو حبه وحبته وما رجع حبه وطلع بس قد قد بتستغربي انه في اعمال حقا لا تستحق المشاهده حتى يمكن ما بعرف ليش بيتعذبوا بيعملوها هلا عم ينعرضوا على الشاشات اللبنانيه شيء مخزي وفي بنفس الوقت انا عم ضوي على اعمال من وجع الناس ومن صميم الالم بتتكرم برا بيضوا عليا بالعالم برا لبنان ولكن لا اقدر ولا اعطى حقي ولا يثمن مجهودي داخل بلدي انا، ما بتزعلي؟ شوف كمان طمنت وتقدرت ببلدي يعني اه متواضعة بنحط قصة عشق الاثنين بيحبوا بعض ولا بنحكي عن سجون رومية؟ الدنيا بدها من كل شيء يا ها واحدة ما بتمشي وها واحدة ما بتمشي مين بده يشتري بكرة؟ il faut de de tout pour faire بدك من كل شيء لتعلم هل قد مقتنعة بال ليك إذا طالما في مشاهد لهيدا يعني اتس فيري جود طالما في مشاهدين لهيدا كمان اتس فيري جود انت بتعرفي انه في عندك مشاهدين أه؟ وانت بتعرفي انه افلامك الوثائقيه عم تربي قاعده جماهيريه بين الناس ان كان بلبنان او بالخارج ولكن نحن اللي قاعدين ببيوتنا اللي منضوي الشاشه الصغيره م. او بنفتح تليفوناتنا ما بنشوفهم لهدول الافلام بنشوف شو بده السوق آه شو بده شو بدنا نحن نمرق للسوق او شو بدنا نحن نمرق للسوق اليوم اذا دق لك منتج لبناني زينا بده ياكي بعمل درامي لرمضان آه 2022 اذا حبيتوا النص اكيد ليش لا هن بعدوا عنك ولا انت بعدتي عنهم؟ ليك انا ما بنكر اجت كانه من اثنين انا كثير قليل الاتصالات تجيني من مسلسلات كثير قليله بس هيدا ما له علاقه من السجون بعتقد في شيء لما بتنبصم عليك بصمه الكوميدي يعني مم. ما تنسى انا بيت ببرنامج كوميدي 13 شخصية سنه بشخصيه كمان بشخصيه واحده ثابته يعني كيف لما بتقول مش قارن حالي بالعظيم الكبير بس انه شو شو أنا أكيد الزلمة عمل غير إشياء غير شوشو بحياته. نحن حفظنا شوشو. نحفظ شوشو. صحيح. يعني هيك في خلص حكم مسبق بيبقى مع أنه أنا أكيد أنه كان في يمكن يكون زلمة عم يمثل دراما بشكل عظيم. بس اللي بيشتغل كوميديا بيمثل كل أنواع الدراما. بس هذا اللي بيقولوه أنا بآمن بهيدا الشيء. فبتخيل أنا من هون اجت البصمة أنه خلص ما هي بتعمل بس كوميك وهي الشخصية. ما 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 كان يجيني كثير اتصالات، اجاني أشياء يعني هيك شغل كثير مع لي أدباشي. اشتغلت اه مسلسل تاني بس هيك ايه عرفت كيف؟ اه بس عندك شوق للدراما وعودة أو رغبة بالعودة بحب لأنه بتسلى يعني بنبسط بهول الأشياء تغير جو تغير جو صراحة يعني كومباري أنت شو عم تعمل مقارنة أنا شو عم تشتغل شغل <applause> شفتي شي لزملائك اللي اشتغلوا مسرح وصاروا اليوم على الشاشة؟ كيف يعني؟ في زملاء لك كانوا مسرحيين ولا مرة شفناهم على بالشاشه الصغيره مم. اليوم عم نشوف انه بلشوا المنتجين اه يفكروا فيهم صح اه ممثلين مسرح تيشقلوا شوي صح عملهم اللي هو مبني على بطل حلو بطله حلوه يعني اذا قصدك مثلا مين اكثر شيء براسي اه كارول عبود مثلا يا حبيبي فادي عدي سمره كارول عبود فادي عدي الاشخاص اللي كانوا اه متعشقين من المسرح للمسرح صح وبتلاحظ الشخص الجاي من المسرح مم. شو الانبوت اللي بحطه بمسلسل مش معقول انا ما بحضر مسلسلات كان ضعيفنا فادي وحكينا كثير بهذا الموضوع شو هال الله يعني عن جد ما بيوقف شغله ورا بعض صار المسلسل الله. يعني قد فينا ناخذ ناس درست مسرح أه... لانه بيضيفوا على هالمسلسل بيشقلوا العمل كله صراحه اليوم بالمين <applause> واذا بدك اني اكثر شيء بيتركوا انطباع صح مثل الانطباع الايجابي اللي تركته زينه دكاش عند الناس من لما بلشتي بالكوميديا لحتى دخلتي على السجون وبلشتي تفكري بغيرك بدي لك يا زينة أنه منو شيء سهل أبدا أنك تفكري بالآخر وتعيشي حياتك لقضية شخص تاني مش قضيتك أنا بعرف أنه هلأ اليوم السجون اللبنانية هي قضية زينة دكاش ولكن هي قضية الناس التانيين أنت عم تشتغلي لا تغير في قضية بلد يا كريم يا ريت قضية تصلح بلد ليك لو قضية بلد, كان زمان بدك تصلح بلد فوت على سجونه مم. السجن هو بفرجيك شو مشاكل البلد واذا بلش تحلها شوي من جوا بركك ببلش تنحل شوي برا لانه السجن هو مصغر عن مجتمعك البرا شو في مصايب برا بتشوف نتائجها جوا فانت بتعلم كتير بس تشتغل جوا كمان بتعرف البلد هو فعلا شو هو وساعتها البلد شو فعلا وانا صرت اكثر من مصر اذا ما بتعدل قانون بالبلد ما في تغيير يلي يعني بدي اليك بنهايه هالحلقه زين عن جد ميرسي انك لبيتي الدعوه شكرا لك ميرسي انه كنتي معنا ضيفه هالقد صريحه وعفويه وقطعت معك الحلقه كانه قاعدين بصبحيه انا انا وياك عم نتحدث بس هلو. مش اكثر <applause> على الصعيد الشخصي زينه انا سعيد اني التقيت بحضرتك اليوم شخصيا وبدي اتمنى لك كل التوفيق شكرا يا ثانك يو زينه آه. شرفتينا وميرسي لك شكرا شكرا